معايا كريم احمد، زميل عزيز على التليفون. اهلا بيك يا كريم. كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك ومتابعي قناه الاهلي. اهلا بيك كريم. مميز كالعاده، واكيد غطيت التمرين بشكل كبير. كل المشاهدين عايزين يعرفوا كل صغيره وكبيره النهارده في تدريبه النادي الاهلي. بالفعل يمكن كابتن ميدو بيستعد النادي الاهلي بكل قوه لمباراه القمه، حاله تركيز كعاده فريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه وانتعاشه واداء مميز جدا في البطوله الافريقيه. انت عارف يا كابتن ميدو بيساعد طبعا بشكل كبير لما النادي الاهلي بيؤدي مباريات اداء ونتيجه وبيصعد للدور الثمانيه على استحقاق وتكون مباشره تليها مباراه الزمالك، فدي دفعه معنويه كبيره جدا للاعبين، لكن ليها حسابات مختلفه. مباراه الزمالك في بطوله الدوري العام توالي مستر مارتن للاعبين. ابدا معاك النهارده يا كابتن ميدو. المران كالعاده بدا في تمام العاشره صباحا بمحاضره فنيه لمستر مارتن. مستر مارتن بيحاول تكثيف المحاضرات الفنيه، سواء محاضرات نظريه في الملعب او محاضرات للفيديو، بعض اللقطات الخاصه بمباراه الزمالك سواء مباراه الزمالك الاخيره، وايضا كمان بعض الجمل اللي مستر مارتن بيحاول يشتغل عليها في التدريبات. ده اللي احنا شايفينه في التدريبات وده الهدف اللي شغال عليه الجهاز الفني بشكل كبير. عندنا اكيد نقص عددي في اللاعبين، سواء اللاعبين المشاركين في منتخبنا الوطني منتخب الشباب علي معلول، لكن النهارده كمان يمكن عوده وليد ازارو ومشاركته بعد الراحه اللي استغرقت لمده 4 ايام. وليد ازار يمكن حاول ان هو يكون متواجد مع اسرته في المغرب وعاده متواجد النهارده بشكل مميز كالعاده في التدريب. جونيور اجي حتى هذه اللحظه يمكن لم يصل، لكن ان شاء الله يكون يصل النهارده بالليل متاخر طبعا في ساعه متاخره، عائد ايضا من اجازه قصيره جدا لتكتمل ويقاسم طبعا علي معلول في منتخبنا الوطني بجانب طبعا اللاعبين المتواجدين في منتخب الشباب ومنتخبنا الاول. ايضا كمان النهارده يمكن الجهاز الفني اليساندرو مستر مارتن سبيستيان بعض الفقرات التدريبيه الخاصه به، التدريب اللي كان فيها دول تاهيل بسيط جدا لبعض اللاعبين، مش عايز مستر مارتن يشارك عدد من اللاعبين في تدريبات الكوره. النهارده يمكن حمودي بيغيب يمكن على المران الجماعي، لكن كان غايب امس من الجهاز الفني باذن الكابتن سيد عبد الحفيظ عن المران. بشكل عام النهارده كان ليه جزء بسيط جدا من التدريب. حمدي فتحي ووليد سليمان، يا كابتن ميدو عايز برضه نطمن كل الجمهور النادي الاهلي على حالتهم. ويمكن خلاص يمكن وليد سليمان، في ناس كتير بتقول ان وليد سليمان خارج الحسابات في مباراه القمه، يمكن لا نقدر نقول ان لسه الامور معانا، لسه في عدد كبير من الايام. وليد سليمان بيتدرب بكل قوه وموضوع له برنامج مميز جدا، على الاقل ان شاء الله يكون متواجد في القائمه، على الاقل يكون متواجد على دكه البدلاء، لكن حسم الامر ان هو غير يكون متواجد لسه الايام فيها، يمكن لسه عندنا ايام كتيره ان شاء الله بالنسبه لوليد سليمان. حمدي فتحي كمان كان دخل في مرحله متقدمه جدا من التاهيل مع كابتن طارق عبد العزيز، النهارده كان بيأدي تدريبات قويه لحمدي فتحي. ان شاء الله كمان مع الايام القادمه يمكن الاصابه اللي عنده طويله شويه، لكن لسه كمان عشان يعود من جديد يعود كامل وسليم، لان النادي الاهلي المرحله القادمه في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري كل اللعيبه محتاجين كل جهود بكل لعيبه النادي الاهلي للمسانده، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه الزمالك. وعلى ذكر مباراه الزمالك، كان النادي الاهلي كمان في اختيار مميز لمباراه وديه، مارتن لاسارتي كان مع حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والتنسيق على مباراه وديه غدا يا كابتن ميدو على استاد مختار التتش في تمام الثالثه عصرا، الاهلي وجمهوريه شبين. تمام. يمكن دي احد المباريات اللي النادي الاهلي بيحاول ان هو يطمن عليها مع اللاعبين اللي ما بتشاركش بشكل كبير، وايضا كمان الوقوف على الحاله الفنيه لكل اللاعبين اللي هتشارك في مباراه الغد. ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه موفقه، ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي اجهاد للعيبه النادي الاهلي، يخرج اللاعبين بكل سلامه، وايضا كمان يستفيد النادي الاهلي من مباراه الغد يكون موفق نتيجه واداء ان شاء الله يا كابتن. اكيد يا كريم. يعني مباراه بكره مع شبين ان شاء الله هتبقى الساعه 3 بتقول؟ بالظبط يا كابتن، ان شاء الله الساعه 3 هي سابقا، يمكن الساعه 1:30 ممكن نشوف بعض التدريبات. كنت اسالك على كده بالظبط. بالظبط، مباراه للكل ولا مباراه لمجموعه معينه من اللاعبين وفي لعيبه هتبقى في التدريب؟ من يعني من الواضح ان يمكن ايمن اشرف برضو انت عارف الكدمه اللي كانت عنده في الظهر في المباراه الاخيره ممكن ما يكونش مشارك في المباراه، يمكن مستر مارتن يحاول ان هو يستثنى بعض اللاعبين تجنبا للارهاق، ولسه لعيبه كمان بتحاول ان هي تاهل زي الشناوي، كان الشناوي ادى مباراه رائعه في المباراه الاخيره، لكن في بعض اللعيبه ممكن يستغني عنها مستر مارتن غدا، لكن ان شاء الله بشكل عام يكون النادي الاهلي مستفيد في مباراه الغد امام جمهوريه شبين في تمام الساعه 3 يا كابتن. الشناوي تعافيه من الاصابه بنسبه كام دلوقتي يا كريم؟ الشناوي طبعا يمكن تضحيات كانت كبيره جدا يا كابتن ميدو. اكيد انا عارف الشناوي، انا عارفه، انا عارفه شخصيا يعني. بالظبط يا كابتن ميدو، يمكن يعني كان اداؤه مميز وتحمل على نفسه بشكل كبير بجانب عدد كبير من اللعيبه، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي الشناوي يمكن محافظ على نفسه، الجهاز الفني بيحافظ عليه بشكل كبير، والجهاز الطبي بيحاول ان هو يكون في تدريبات بسيطه للشناوي تمهيدا ان شاء الله باذن الله يكون جاهز في مباراه القمه. من المتوقع ان الشناوي ما يشاركش بكره يا كابتن ميدو، نشوف عدد من الحراس الناشئين احمد طارق مصطفى شبير، لكن بشكل عام الشناوي ان شاء الله تدريجيا مع الايام وصولا ليوم 30 يكون جاهز لحراسه عرين النادي الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك. اكيد ازارو شارك في التدريبات النهارده.
بكل قوه. النهارده وليد ازارو رغم عودته يمكن امس، لكن النهارده كان متواجد، كان في بعض الجمل اللي استمرت بيتمرن عليها بشكل مستمر. وليد ازارو وكل اللعيبه النهارده شارك بشكل مميز وبيعلن جاهزيته ان شاء الله لمباراه الغد او مباراه الزمالك باذن الله يا كابتن. كان في خبر بيقول عندي ان مارتن لاسارتي بيعقد جلسه مع الدكتور خالد محمود للاطمئنان على اللعيب المصابين يا كريم. بالتاكيد كابتن ميدو، يمكن مستمر مستر مارتن عامل جلسات مكثفه مع خالد محمود طبعا طبيب النادي الاهلي، لان احنا كان عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت مصابين، لكن الامر قل بشكل كبير يا كابتن ميدو. خلاص يمكن متبقي وليد سليمان مع شريف اكرام مع حمدي فتحي، يعني ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه دي تكون الفتره اللي جايه جاهزه. الراجل بيطمن على برنامج شريف اكرامي، كان بيسال على حاله الشناوي ايمن اشرف. دكتور خالد محمود طبعا يمكن اداله بعض التقارير السريعه، احمد ايمن اشرف يمكن خلاص هي كاتبه بسيطه جدا في الظهر، لكن في تفضيل طبيا ان هم يريحوه. حمدي فتحي زي ما اتكلمنا عليه، وليد سليمان، شريف اكرامي، الكل ان شاء الله في خلال الايام القادمه، باستثناء طبعا الاصابه يمكن هتكون طويله شويه لشريف اكرامي ان هو ممكن ما يبقاش جاهز على مباراه القمه. لكن بشكل عام عندنا عدد قليل جدا من المصابين، ان شاء الله يكونوا مساهمه وقوه ان شاء الله مع النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. اكيد يا كريم، برضو هاخدك في اطار بكره ان شاء الله تنطلق منافسات بطوله السفارات الدوليه بملاعب الاهلي بزايد. اكيد الدنيا طبعا كلها عارفه البطوله يا كريم، وكنا عملنا القرعه كنت موجود فيها. اكيد برضو النادي الاهلي على قدم وساق استعدادا لهذه البطوله. بالتاكيد يا كابتن ميدو، كمان احنا يمكن متواجدين وانا يمكن متواجد دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واجتماع مجلس الاداره اللي بدا بالفعل الساعه 5 اليوم يصدقه كمان كان بروتوكول مميز جدا لمعالي الوزير طبعا طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والكابتن محمود الخطيب، وفي نفس الوقت وفي نفس السياق وتكثيف للمجهودات بطوله الدبلوماسيه. طبعا بطوله السفارات هي بطوله من اهم البطولات اللي بينظمها النادي الاهلي، وعليها تركيز كبير جدا من مجلس الاداره. يمكن النادي الاهلي دوره الوطني المعروف ودوره التنسيق، ويمكن البطوله دي نجحت بشكل كبير جدا خلال الموسم الماضي او خلال الفتره الماضيه، لكن بشكل عام الشيخ زايد جاهز لبطوله السفارات، الكل هيكون متواجد، بطوله ان شاء الله تنجح وتليق باسم النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي يا كابتن. شكرا جدا يا كريم، ودايما مميز في التغطيه، واكيد غطينا كل اخبار التمرين النهارده. شكرا جدا زميل العزيز كريم احمد، شكرا جزيلا.